لابيل كان حاول نقطع عليه. تحياتي لحدك خويا، تحياتي واحد لابيل وكان قطع. تحياتي الاخوان عليا، شكرا اختي عليا. السلام عليكم سيدي رضوان. امال لا واش قلتي فشلوا في اول مهمه؟ لا 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 لا، هادشي راه كله نتوما السبب فيه، ما فشلوش. انت يمكن ما عندكش الاكس ياك تويتر؟ لا عاد باديت انا. وجابوا الخبر الصحيحه وراح حصلوا، قال لك في واحد الباطو بيهربوا به المخزن المخدرات، كشفوكم وقاعدين تتغطيو على الاغلاط ديال المخابرات ديالكم في المروك. صافي راه بانت لهم القصه الحقيقيه، ان المروك استعملوه باش يهرب المخدرات وهذاك الشيء. وحتى انا عندي واحد التعزيه بهذاك السقوط. انت بان لك هذاك الشيء سقطت عماره هي كثار من هذاك الشيء اللي بان لي انا سقط. وغادي نوري لك اخويا، عمرك شتي بالكون تيطيح بالطراف؟ لا غادي نوري لك اخويا رضوان، ما نكذبش عليك. انا حتى انا بيت نقدم تعزيه وبيت نوريك. ها هو، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. حيد عليه الصوت. ليك وخاوتنا ليك. ها هو تيطيح بالطراف. بالكون كيطيح بالطراف. الجزائر خونا. هادي بالوزدات خونا. ليجي. بلدية محمد بالوزدات. صافي حتى انا اقدم تعزيه لخوتي، البالكون تيطيح بالطراب. امسيه طيب. السلامه. كبس 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 يا اختي، بدي تكبس هذا. انا عندك هادي هادي هادي، انا راه غلب الله غلب. كتخرج للطريق اش غندير لك؟ كتخرج للبيست بحال بحال النظام الجزائري غلب الله. تحياتي تحياتي اختي عليا. نبقاو في فشل المخابرات الجزائريه وفشل المسؤول الأول على المخابرات الأمن الخارجي الجزائري في أول مهمة له. مساوي الخوت في الجزائر أعلام المعولين أسويق موريش. مرحبا أخويا. الإخوان السلام عليكم. السؤال المطروح، لماذا؟ لماذا نحن؟ ولكن اخويا رضوان، هو هذه راه ماشي اول مره، ان هذه ماشي اول مره كيخفق فيها جهاز المخابرات الجزائريه. ما نساوش اخويا زياره بن بطوش لاسبانيا، اميره بوراوي، امير ديزاد، الحقيبه نتاع البوليزاريو في اليابان. موجود موجود الخير. ولكن اخويا نشوفوا هذا الشخص هذا المسمى برشدي فتحي مساوي، قال لك يسميوه بالصادق. علاش سيدي تمت ترقية ديالو سيدي إلى جنرال؟ اسمع يا أخي، في أكتوبر من عام 2020 كان مساوي يشغل منصب مسؤول مكتب الأمن في السفارة الجزائرية ببرلين، وصادف وقتها تواجد الرئيس عبد المجيد تبون في المستشفى في العاصمة الألمانية. كان مهرس من رجله بعد إصابته بفيروس كورونا، وهكذا قاده منصبه إلى التعرف على أبناء الرئيس تبون محلي. خلال محلي على واش هو مشى دوام الكورونا في الخارج؟ واخويا اش غادي نقول لك؟ القوة الضاربة أحسن منظومة. اش غادي نقول لك؟ كيخلي الجزائريين مساكن، أصحاب الأرض اللي عندهم الغاز والبترول مساكن كيموتوا من الملاريا وبالأوبئة، هو كيمشي يتداوى في ألمانيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا أخي، في العاصمة الألمانية بعد إصابته بفيروس كورونا، وهكذا قاده منصبه إلى التعرف على أبناء الرئيس تبون خلال إقامة الرئيس الطويلة في المستشفى، فكان ذلك بداية صعود السريع في مسار مساوي، حيث توطدت علاقته مع محمد الإبن الأكبر لتبون. هذه الصداقة لم تكن عابرة بل كانت عميقة، إلى درجة أن محمد تبون كان يهمس في أذن والديه بتوصياته لتعيين مساوي في مناصب حساسة مثل تعيينه في باريس، وهو ما فتح له أبواب النجاح. صافي 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 صافي، لأن يا أخي الشخص المناسب حساسة ما تجبدهمش الله يحفظك مرة أخرى، الشخص المناسب في المكان المناسب. إذا هنا خويا ما كتنطبقش عليهم هاد القولة هذه، عليها هو جهاز ما عندوش الكفاءة ويجب التغيير ديالو. هذا هو مكان.
الله يكون معاهم، الله يكون معاهم، الله يكون معاهم. السلام عليكم وسويفون الدكتاتور خويا رضوان، تحياتي. تحياتي خويا. عقلتي عقلتي سابقا قد قلت لك نظام ديال الرسوم المتحركة؟ عقلتي سابقا ديما الرسوم المتحركة كنا كنتفرجوا كل حلقة كنا كنلقى محاولة كيتصدى لها اصحاب الخير، كتفشل المحاولة وكنتسناو الغد اللي عاوتاني محاولة اخرى. داكشي ديال جلين دايزر، رواد الفضاء باغيين يهجموا على الارض، باغيين يشدوها صحة، ومن بعد عاوتاني كيخفقوا اليوم وكيمشيو للمدرسة وكيجيو كيجيو مع الساعة وكيجيو نتفرجوا عاوتاني في الفشل اللي غيديروا جلين دايزر غادي يربح عاوتاني. اما بالنسبة لهاد السيد هذا اللي تعين، ما لاحظتيش على ان اركان العصابة تجتمع من جديد؟ كسول صاحبي كسول. ابار اخويا شوف، احنا ما غندوش على كسول والفشل وانك تكون كدولة ما توصلش لهذاك المستوى. انا نجي لواحد الحاجة، واش هاد الصحافي هاد هشام عبود هو معتز مطر؟ نعطيو حنا مثال كومباريزون. ها مصر واش بغات تخطفو؟ واش بغات دير ليه؟ اقصى ما دارت انها ضيقات عليه في الدول. اسميتك انت؟ انا سميتي الدكتاتور المغربي زكريا من الاخر. هاتيلي اخويا رضوان، دولتون ما خلاتش المواطن يخرج يتضامن مع خوتو في غزة حتى خمسة دقائق. لا خاطيني بوليتيك، افهمني دابا هاد هو. شوف شوف شوف، عرفتي ملي كتولي خايف ومرعود عقلتي واحد الوقت كان عندنا نقولوا الحيط عنده ودنين، لا سكت لا هز، حنا داكشي تبدل، جا ملك جديد سال داكشي ديال زمان. هما قال لك الجزائر الجديدة، يجبدوا ليها واحد الدري مسكين العام اللي فات دواء جابر، دواء علاش؟ على الكتوبة غاليين، ودواء على الواقع مشغبر. واخويا واحد 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 في كيمياوين سميتو ايمن، ايمن شي حاجة، صور 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 ايمن، ايمناش صور دوك الناس اللي مصابين بالديفتيريا اللي عنده الاخوان سميتو، جبدوا لي ايمن شي حاجة، غبروه اخويا غبروه. وعبلة وعبلة قماري، تحياتي تحياتي خويا وسويفون. ايمن الحرية العبلة قماري، غنقرا لي ميساج شكون اللي غيجبد لي ايمناش. لا ماشي ايمن خليفة صاحبي، لا تحياتي الله الموعد اخويا. لا ايمن شي حاجة ما عرفتش اللي سميتو، تغبر تغبر تغبر. ايمن سرحاني انت كله وفين جد. لا 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 وسويفون اخواني الكرام، قلت بغينا الراي ديالكم اخواني الكرام. فشل المخابرات الجزائريه في اول امتحان، لا علاش في نظركم فشلوا في هذا الامتحان ديال؟ والسلام عليكم اخويا رضوان. تحياتي اخويا تحياتي اخويا. هو انت راك حطمتي الرقم القياسي في غينيز اخويا في هذا الطابور ديالك. مسامح اخويا راه خصهم يعلقوا الغينيز. وشو اخويا رضوان، حنا راه كل نهار كاين اخبار جديده اخويا. هاد القوم هادو راه ما عرفناش وقاش غادي يسالي الهم ديالو، واش دوله ما عرفش كل حاكمه. راه بعدا كون ما كرهتش كاع نصب ندير واحد الاستفتاء تولي انت هو الرئيس ديال الجزائر اخويا رضوان، اش بان لك؟ عطيني بوليتيك اخويا، انا مغربي اخويا. لا انا ونسلفوك انت لعندهم صاحبي، غير طريق لهم تقريهم شويه. لا خويا لا لا، واش مازال انا واش مازال شي مروكي؟ تبارك الله عليك اخويا رضوان، بوزغان بالله لك السلام وشكرا. وهاد غينيس راك حطمت الرقم القياسي، راك تنقيد رايكم اخواني الكرام في فشل الدولة الجزائرية بكل مكوناتها. المرسوم الرئاسي سناه الرئيس، الاعلان قراه شنقريحة، والتعيين ديال رشدي فتحي مساوي، والمكان ديال جبار مهنا. شوفوا دابا اربعة غير هاد الربعة هادو دولة. علاش في نظركم الدولة الجزائرية فشلت في هاد العملية في اسبانيا؟ وسويفون السلام عليكم، هذا عنده مشكل ديال الريزو غيكون في الجزائر. استغفر الله العظيم.
المصداقيه لوح لك وسير قلب. السلام عليكم. وعليكم تحياتي خويا. تحياتي حبيبي. مرحبا بك. تفضل خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله لبارك. يلا يبارك فيك خويا. الله يعطيك الصحه. يفضل لك. بارك خويا. تفضل. بغيت نسولك جوج اسئله. لا جاوبني وسولني حتى ثلاثه. المهنه تاعك الاخ اخويا. المهنه تاعك واش هي؟ المهنه تاعك واش هي؟ نجار. كندير النجاره. ها نجاره صحفي؟ لا صحفي. نجار. الاحداث اللي صاري. الاحداث اللي صاري نجار. هو سولتني الاحداث اللي صاري روحي سول وتجاوب. سولتيني قلت لك نجار. صح غتجاوب انت. صح النجار. قولي شو الاحداث. قولي الاحداث اللي صاري دروك في مكناس. على من مكناس مسكينه؟ واش صاري دروك في مكناس؟ واش صاري دروك؟ النساء راهم دايرين مظاهرات في مكناس. وبصح الوقت الحالي كنت نتبع في لايف مغربي. والله يعاونهم. وباغي نسقسيك على الضوء اللي راك شاعلو. مين؟ من الجزائر. بارك الله فيك وبارك الله فيك وبارك الله فيك. شكرا. مرحبا بك خويا. تحياتي تحياتي تحياتي. وسويف السلام عليكم. السلام عليكم غزلان. عندها مشكل ديال الريزو. او سويفون تكثر واش اخوت شي بصير. قولوا الحقيقه. السلام عليكم. السلام عليكم. واطاو او سويفون سيدك الطيب. علاش دخلنا لهاد الباب الدراجي؟ بصحتكم اختي. كنا شي طواد الحوت هادي. كاين شي طواد الحوت دابا داير 11:30 على راس حور. السلام عليكم. شي واحد طلع للسطح ياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك خويا. واش راك خويا تيلي طابيز؟ الله يحفظك. ها انت شي انت ها تيلي طابيز انت هو هذا. واش راك خويا تيلي طابيز هاك مليح؟ تيلي طابيز؟ انتم عندكم طابيز في الجزائر؟ عندناش طابيز. مرحبا خويا. تفضل. واش راه الملك محمد السادس؟ الملك محمد السادس نصره الله غادي يستقبل ايمانويل ماكرون نهار 2 جي ان شاء الله نهار 28 هاد العشيه. قبل ما نطلع معاك في لايف غير دابا شي شويه كيدور بالطوموبيل ديالو وسط الرباط. وهاد الوقيته اللي كنهضر معاك انا فيها دابا 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 تبول وشنقريحه جالسين مجبدين في التلفازه كيتفرجوا دابا وعلى رقبتي. الى عاد دابا شويه كان كيدور في الرباط. عمرك شتي تبول انت كيتسارى بالطوموبيل؟ واش يدير محمد السادس في المرباط؟ واش عمرك شتي تبول يتسارى بالطوموبيل؟ هبط عليا. انت عمرك ما شتي تتبون حتى في المباشر عادي تسارى بالطوموبيل. سير راسي سيدك دابا راه كيتسارى في الرباط دابا دابا كيدور في يعقوب المنصور. دابا عيطوا لي قالوا لي راه تيدور. السلام عليكم. اقسم بالله. السلام عليكم. الناس قال لك راه هو مسكين تيدور. السلام عليكم. تحياتي اختي امينه. مرحبا. داير اسي دز. الله يحفظك اختي. مرحبا. تيلي طابيز تيهضر عندك شي بوبيه تاع تيلي طابيز. لا لا خديتها حطيتها هنا من قبيله وانا نقلب عليها. فين هي تلحتها؟ ما عرفتش فين لحتها. حطيتها على ود. ها 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 انت الجزائري قبل ما تطلع هضر معاه جبد له هادي. ها دابا جبدها وانا حاطها موجدها. ها وسويفو وتتشبه الشنقريحة النيت. الخوت في الجزائر راه كنضحكوا معاكم ما تقلقوش علينا. راه كتعرفوا كنضحكوا معاكم واش ما يتقلقوش علينا الخوت في الجزائر. انتم انا كنعطيكم المعلومة في قالب فكاهي. راه كنضحك معاكم ولكن المعلومة موثوق منها. انت والله إلا يخيعها وعادة صغير عليه شوي. الشنقريحة ملي كان صغير غير باش نقول لهم وسويفون تا
تيلي طابيز. ولكن سبقنا الاحداث هذه كنت موجدها حتى الغداء هاي دابا جبدناها حنا حطيناها هنا. تصويت شانقريحه في عز شبابي. حيت شوف مين يكون عندك المخيخ خدام راسك تستعملها هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. والمهم علاش فشلت الجزائر؟ عبلة لأن سياسة فشيلة. أطرق الكاميرا نطيك على هذا ما يذكره بخير داك اللي قالها النهار الاول وقيلا كنظن اعتقد وقيلا الدكتور منار السليمي. الدكتور منار السليمي بعث يقول والله الا راه عدو الصح ورا عرفتي هاد الشيء راه تيخلينا نفكروا مسكينه في ديك المصير السيمانه الجايه ديال هذيك الوزيره ديال الهند اللي جات زارت التبون. رئيسة الدولة ما راه ما تي وزيره ولا رئيسه ما كيطولوش اللي كيجي ما كيطولش ما كيدوروش السيمانه مسكينه عاش كثر هذا نخمو في المصير ديالها السيمانه الجايه. تحياتي أمينة. تحياتي علي تبارك الله عليك. وصبيهم. أنا بعض مكبس. يا ربي يا ربي مع من هنا وحق الرب العظيم شي عايزت رود حضانة سكوت انت ما تخسرش الهضره انت دور انت قطع انت حضانة خويا رضوان هاد التيليطابيز خليها ديما حداك الله يرحمو يديك راه مهمة. انا خديتها حطيتها حدايا هادي جايبها حاطها هنا خصيصا كنت غنبدا نستعملها حتى الغدا. دابا راه كتجبد المشاكل راه غدا المغاربه كلهم غادي يمشيو يشريوها. هيا هيا شريوها وحطوها حداكم هنا وسويفا. والخوت في الجزائر حنا راه كنقشبو كنعطيوكم المعلومه ولكن باش داكشي يدوز بخفن زربنا هي سعاده دغيا. غنشوفوا السيد شنو جمع بول لاني مانيش قادر ندخل القناه ديالي بعد ما ضاعوا مني كل الهواتف والحاسوب ويعني كل الامكانيات تاعي ضاعت مني يعني الوسائل تاعي وبما اني كنت مامن كل الحسابات الالكترونيه ديالي سواء صندوق بريد الكتروني او هنا قال بانهم تسرقوا له هادو كلهم صافي غادي يمشي هنا غادي يهضر بلاتي يمشي في الدقيقه بالضبط باش ما نبقاوش نضيعوا في الوقت هنا غادي يهضر على الصفقه اللي هي الصفقه صافي نعم اللي هي الصفقه وي هي هادي يا نسمدوا كل التفاصيل تاع العمليه اللي كانت تمت بالصفقة بين جهاز المخابرات الجزائرية. بارك بارك علي بارك علي بارك علي بارك علي بارك علي بارك 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 سمعتوا أخوتي وسويفون فاطمة أختي مرحبا. السلام عليكم أخي رضوان. السلام عليكم أستاذ التراث المغربي. أهلا تحياتي أختي الله يحفظك. ربي يخليك اخويا الهلي انا عندي عتاب عليك اخويا التراث الله يحفظك اختي فاطمه ما تبقاوش تلبقوا داكشي المشاكل ديالهم على البصله السيسائيه على المخيخ المخيخ كيعطينا التوازن وليس متوازنين. المهم هذاك الدومين ديالي ما تبقاش تلاح الدومين ديالي التراث الله يخليك الناس التوازن والمخيخ فاطمه باقي نعاود راه قلت لهم لامود دابا واحد الحاجه انا اللي كنبغي ندير هو حيت الناس اصلا بزاف كان كيعرف كيسمع بالمخيخ وما عمرو عرفوا فين كاين احنا مناسب شرحت لهم بعدا المخيخ فين كاين ولاش كيصلح هذه راه مناسبه راه كنت نبارطاجيو المعلومات هاكا غير مهم لانه للاستقامه كيدير لك كيليب وما ما عندهمش الاستقامه ولا كيليب انا الحاجه الوحيده هي هذاك ما عرفتش كتقول لي ترونسيريبرال سير لي لا بروتوبيرونس من اللور كيخرجوا غير هذوك لي نير اللي كيعطيونا نشمو وناكلو ونعسو الله يجعل البركه دونك ما تفوتلهمش بروتوبيرونس نحب بوك. هادي جديده عليا انا هادشي ميدي هادشي دوك لي تيرم بزاف المهم وثاني حاجه واش كت واش دولة الكراكيز؟ انت اللي تقدرت معاهم زمان قلت لهم التيليتوبيز، وات الكراكيز هذوك. العظيم
واخا الا دير انت معاه المهم هذاك اللي كاين. المهم انا تبارك الله المهم تبارك الله عليكم طلعت نسلم عليكم ونسلم على خويا التراث المغربي تبارك الله وصلى النبي عليكم ونقرع لكم شويه وصافي يلا نهاركم مبروك تبارك الله عليك سي سفيان تحياتي هذا غالبا غيكون من الجزائر هذا سفيان السلام عليكم تحياتي نسقسك برك نسقسني بركين انا كنتفرج دابا المهم اول حاجه تحيه عمي تبون ورانا معاه هذا شعار هنا وتحيه الجزائر دابا كنتفرج في اللايف ديال هشام عبود مع انور مالك كيعاود القصه من طقطقة السلام عليكم داك الشاخي ديالي سنقول لك منظمه ارهابيه معروفه في اسبانيا كانوا متوجهين به الى الجزائر يعني متعاملين مع الجزائر جاو داروا الاجراءات الاداريه تما شرحوا ليه كل شيء هو راه كبر وصل مع 11 الليل ديال فرنسا عاد وصل لغوبي كيسكن في غوبي في لو نور ديال فرنسا دابا هو دابا كان في سيفي سمعت انايا سيفيا و سيفيا دابا هو فين رجع فرنسا نزل في غواسي ركب في تي جي في من بعد التران من بعد المترو عاد وصل ومع 11 دخل ومع 11 تبعته حال لك انت في التليفون وفي البي سي حال هو كنتفرج فيه حتى هو كنسمع هذاك راسي باش نتفاهموا هذاك راسي جو بونسي ان لايف اللي ماشي سي ني با دو ديريكت هذاك كان ديجا بلانيفي واحد كومون دير واحد واحد التسجيل اللي كان بلانيفي هذا اللي شتي لا هذا سي با لا هذا سي دو لايف هذا لا 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 هذا اللي تفرجتي فيه دابا بلانيفي حيت انا في الصباح شفته في لاشين بلانيفي ديال انوار مالك لا انا كنتفرج فيهم دابا مباشره دابا حيت هو لي زاكسي ديالو لي كونط ديالو كلهم فيرويي دونك هو حيت كندير واحد البروفيل حيت في الصباح انوار مالك كانت في لاشين ديالو داير اون فيديو بلانيفي مع 9 دونس مع 9 ونص هي 10 ونص ديال فرنسا وفينالمون حل حتى ل 11 حيت توصل حتى ل 11 عندهم مشكل ولكن علاش دايرين بلانيفي فيديو بلانيفي فيديو بلانيفي حيت جوستومون هو في الصباح حيت ما عندوش لي زاكسي للكونط ديالو هو كيتواصل مع صاحبو خليني في الفاشل ما يهمناش الفاشل اخي راه داريع وراه باين السيد ها هو الان كيعترف بداك الشيء اللي وقع الصفليون قالت ليه واحد الكلمه قالت ليه داك الكوارديا سيفيل قال له واحد الكلمه قال له زعما سي دوماج ان الجزائر هبطت حتى لهذا المستوى هذا كتعامل مع منظمه ارهابيه باش سكوتها اوكي فهمتي السر دوان اذا انا غنكمل اللايف ولا كان شي جديد انا غنواتي كبير المهم راهم داك الشيء راهم تورطوا بمعنى الكلمه وتحيه اللي تبون ورانا معاه تحياتي حنا ما يهمنا بطبيعة الحال هو العنوان اما لو فون لو ديتاي كي داروا معاه داكشي ما يهمنيش انا ما يهمني هو ماشي تورط هذه راه باينه ما يهمني هو فشل الدوله الجزائريه اما تورط راه عادي بالنسبه لي انا راه ماشي حاجه جديده ما يهمني هو اخويا رضوان اللقطه فاش غادي ياكد بان الجزائر بوحدها اللي عندها مصلحه وغادي يذكر حتى ديك السميه نتمناو المهم يا غادي تذكر مره واحده نتمنى ما تضرش اللايف راك عارف ديك السميه ديال صافي بلاش ما عندي ما ندير بها انا حيد صافي ديك السميه ديال الكباب عرفتيها راه ديال الكباب ما علينا المهم ما عليناش اوسويفون اخواني الكرام يلا قلنا رايكم في فشل المخابرات الخارجيه الجزائريه في هذه العمليه هذه السلام عليكم تحياتي اختي مرحبا رضوان اخبارك سيدي لاباس يبارك فيك مرحبا بك برافو بعدا لك انا بعدا كنفتخر بولاد بلادي هكذا تحيه ليك برافو ماشي غير انت كاين العديد من الاسود اللي كتزقر من البلاد ومن خارج البلاد برافو عليكم اخي وبالنسبه للموضوع يا حشومتهم هادشي اللي غنقول لهم يا حشومتهم ما بقى ما يتقال من كثرت انه كيطيحوا في حفره ويهزوا رجليهم ويطيحوا في الحفره الثانيه حتى ولينا كنشفقوا عليهم والله القسم وفيك اختي برافو عليك وبغيت نطلع انا خلاص دائما كنتابعك دائما قلت اليوم والله نطلع نحييك اخويا نحييك بالتوفيق اخي بالتوفيق راه الجنود ماشي هما هذوك بوحدهم اللي كيكونوا في الحدود راه تانتوما تبارك الله تانتوما من المنابر ديالكم يعني كتدافعوا على بلادنا وتحيا الله الوطن الملك والصحراء المغربيه وعاش الملك تحياتي اخي رضوان شكرا
بارك الله عليك. اذا اخواني الكرام غادي ناخذ شكون معنا. الاخت كتكوتة، السلام عليكم. عليكم السلام كتكوتة، مرحبا اختي. ربي يحفظك، شكرا. انا طلعت غير نسلم عليك ونقول لك راه كيعجبني بزاف لي لايف ديالك. الله يحفظك. وهذا ما كان تحياتي للتراث. الله يحفظك، شكرا بزاف اختي. انا دوزت اخويا رضوان ديك الكليمه، راني فوتها. تحياتي. بلاتي راني فوتها رضوان. ما علينا، صافي ماشي مشكل، ما يهمنيش لو فون، كتهمني لا فورم. اللي بالك ماشي مشكل، المهم راه موجود اي وقت بغيتو. الفشل ديال الدوله الجزائريه في مهمتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. او سويفون. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Au suivant. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. مرحبا للا، مرحبا بك اختي. لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يحفظك اختي، مرحبا بك. الحمد لله. معك جزائريه. مرحبا باختي، مرحبا باختي الجزائريه. دائما ما يطلع لي اللايف نتاعك. الله يحفظك. واش هي الرساله نتاعك؟ ما فهمتهاش. المهم يعني على حسب ما راك تبذل، المجهود اللي راك تبذل فيه يعني حسسني اني نكره بلادي الجزائر ويكون عندي انتماء للمغرب. وقبل ما نطلب اللجوء السياسي يعني للمغرب يعني جنسيه. لا غير اسمحي لي، الجنسيه ما كنعطيوهاش بهذه السهوله، ما كتعطاش. ماشي يعني واش هي الامتيازات؟ يعني بغيت نعرف واش هي امتيازات الشعب المغربي بالجنسيه المغربيه. اسكو عندكم السكن بالمجان؟ عندكم الكهرباء يعني شبه بالمجان؟ عندكم المواد الغذائيه مدعمه؟ لا كل شيء بالدراهم. كل شيء بالدراهم. وفوقها تفتخروا انكم عياشه. نفتخروا عياشة وزليجية وأزنية وكنقولوا عاش الملك ونفتخروا. نقول لك من هذا المنبر ونفتخروا أنه إحنا دولة حررتكم ونفتخروا أنه جدودنا في مقام الشهيد. أنا جدي في مقام الشهيد وأنت جدك ما كاينش في مقام الشهيد. نفتخر أنا كمغربي. أنت باش غتفتخري؟ 132 عام جلست عندك فرنسا، باش غتفتخري؟ بحوايج الامير عبد القادر باقين في فرنسا، باش غتفتخري اختي الجزائريه؟ بعد بلا مشط الرجيم الاوراق باقين في فرنسا، الوثائق، باش غتفتخري بماكرون جدر هكذا الفخامه الرئيس الجزائري؟ باش غتفتخري برئيس اركان عنده 90 سنه؟ باش غتفتخري بفوجيل عنده 96 سنه رئيس البرلمان مجلس الامه؟ باش غتفتخري اختي الجزائريه بمخابرة جزائرية فشلت في أول مهمة خارجية لها؟ أو لا غتفتخري بمخابرة داخلية خرجوا لها أميرة براوي من عندها من الداخل؟ باش غتفتخري في بلاد لم توفر لا سميد للمواطنين، لا حليب للمواطنين، لا زيت للمواطنين؟ باش غتفتخري أختي الجزائرية بتركيا اللي جلست عندك 400 سنة؟ باش غتفتخري أختي الجزائرية بدولة عندك في تيندوف دولة وسط دولة؟ باش غتفتخري بلاد الغاز والبترول والفوسفات والحديد والمانيزيوم وكلوروسيد ولا الكلورو داك اللعيبات ديال الكربون ولا اش كيقولوا داك الشيء، ومازال المواطن الجزائري كيبغي يحرق باش يمشي لاوروبا؟ باش غتفتخري اختي الجزائريه بلاد قوه ضاربه وما غتنظمش كاس افريقيا دات عليها واحد البلاد اللي كتقولوا عليها فقيره وما عندهاش الضوء غتنظموا بلاصتها العام الجاي؟ ولا في بلاد اللي كتقول انها عندها احسن الملاعب في العالم وما غتنظمش كاس العالم في 2030؟ باش غتفتخري اختي؟ باش بلاد كيحكمها عمك، انا بلاد كيحكمها با. تحياتي تشاو خويا التورات. خويا رضوان صافي الله يجعل البركه ولا باي باي صلاه على النبي. تشاو تحياتي الخوت، غدا ان شاء الله. ك-
كتبغيو تجبدوا انا كنكونوا هانيين وحق الرب العظيم. كتسخروا لي الفرفاره. باي باي. شكرا اللي دعم اللي كبس لي بارطاجا. موعدنا ان شاء الله غدا باذن الله نفس التوقيت. وبرافو للمخابرات الجزائريه، بدلوا هذا عاوتاني، ثاني راه ما خدامش ليكم. تشاو.